من مصر هذا السائل يقول: هل للرجل أن يترك زوجته لأكثر من 3 سنوات لطلب المعيشة؟ إذا احتاج إلى ذلك وهي تسمح بهذا، هو محتاج إلى هذا وهي تسمح بذلك فلا بأس، أما إذا لم تسمح وهو يقدر على الرجوع فإنه يرجع كل 4 أشهر إليها ويرجع إلى عمله طلب الرزق. نعم.